اللي ما فهمك حد وتحب تحكي حكايتك، عندك حاجة مقلقتك وتلوج على شكون يسمعك ويرشدك وياخذ بيدك، كل مشكل عنده حل. مادامنا حيين فما أمل مع برنامج كل مرة حكاية. برنامج كل مرة حكاية على التونسية، كل سهرية اثنين ابتداء من التاسعة ليلا. برنامج زميلتي نرجس عياتي. عسلامة نرجس. مرحبا بك كمال، مرحبا بكم الناس الكل اللي تبعوا فينا اليوم. ان شاء الله باش تابعونا في الحلقة الأولى من ميديا 24/7، ونخلي لك كمال. شكرا ديك نرجس. إذن كما تعرفوا، باش تعرفوا بعد شوية بعد فقرات البرنامج اليوم ميديا 24/7، نبدأ من اليوم الخمسة حتى ستة كل يوم الاثنين. ضيفنا اليوم باش نتعرفوا عليها الآن هي ضيفة، هي إعلامية تونسية بارزة، دخلت في الميدان الإعلامي في المجال الإذاعي، في المجال الإذاعي على رباط FM، سمعنا على رباط FM، وتو حاليا باش نقدم برنامج تلفزي على قناة التونسية اللي اسمها كل مرة حكاية، اللي شفنا السبوت تاع البرنامج هي قبل لحظات. ضيفتنا هي باش نتعرفوا عليها، وسيدنا خصيصا من متزاحل. ضيفتنا هي الإعلامية التونسية متألقة رفيعة شريف. عسلامة رفيعة. عسلامة كمال. عسلامة نرجس. عسلامة رفيعة، مرحبا بكم معنا اليوم، والحق شرفنا بوجودك. تعبناك اليوم ولا لا؟ لا ما تعبتونيش. مرحبا بك. مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا بك رفيعة، مرحبا بك لأول مرة في راديو تونس. أي أول مرة أنا نجي راديو تونسي. عايشك، مرحبا بك رفيعة. نخلي المجال لنرجس باش تعطيك دي كيسيون، وبعد أكيد باش نشاركوا. رفيعة الشريف، أكيد برشا يسمع الاسم هذا، إعلامية نشط في إذاعة رباط FM، برشا يحبوا يعرفوا شكون رفيعة الشريف. نجمش هكا تحكي لنا عليك رفيعة الشريف، بداياتك كيفاش كانت، وخصوصا معناتها في بدايتك في إذاعة رباط FM. باهي، رفيعة الشريف كما أنت قلت مير دو دو زونفون، مديرة سنتر دو فورماسيون. ما عرفتش نقولو، ما عرفتش نقولو ان فرونسي. عندك زولاد ما يظهرش عليها. انا حسيتها صغيره توا، ما شاء الله. مازال ما عادش عمرها مع ولادك 18 و15 عام. ما شاء الله. معايا انا ديجا بنتي قعدت تستنى. ما شاء الله، تحيه بنتك خلف الكواليس سنين. ايوه. Directrice d'un centre de formation en FISUS, Académie l'excellence de formation et de mise à niveau. Dites, le majel idéal t'as rendu presque à monos, ou la même hâte à acter choya, fi radio Rebat FM, fi le mestier. Si c'est donc barben, معناتها هو اللي عاوني باش ندخل راديو. بديت ملول مع نضال زيدي اللي بالمناسبه نوجه له تحيه. بديت معاه في برنامج باي نايت، ومن بعد خذيت برنامج وحدي انا، حكيتي مع زمان اللي انا نحبه برشا البرنامج هذاك، واللي هو بريسك يشبه البرنامج هذايا اللي باش يتعدى على قناة التونسية، اللي انا فريمون حسيت روحي رفيعة فيه. علاش انا نقول هكا؟ على خاطر جوست ابري من بعد خذيت اوركسترا نيوز. اوركسترا نيوز هو برنامج موسيقي كم تاع الجو، فوالا اي اكزاكتومون. مي انا بيرسونيلمون حسيت روحي، لقيت روحي في حكيتي مع زمان اكثر، مش على حاجه. شنو حكيتي مع زمان؟ يعني حكيتي فهمنا شنو هو معناتها شي كونتوني، شنو المضمون نتاعو؟ هو سوسيال، نقبل تليفونات، نسمع مشاكل العباد معايا، تلقاه باغ اكزومبل بسي ولا كل مره والحاله. نقبل تليفونات ديجا، معناتها كيكا معناتها رفيعة الشريف هي معناتها يمثلها الجانب الاجتماعي. اي اكزاكتومون، هذيك انا نلقى فيه روحي اكثر. وبعد مشيت البرنامج ترفيهي، معناها من نقي. اي من نقي للنقي. هل هناك اختلاف بين بيان سور؟ فما اختلاف. هو في التكنيك نتاع التنشيط بيان سور، ميم حتى في الكونتوني، في كل شيء. مو اكثر حاجه تمشي مع شخصيتك. انا كيف نقول هكا، سان فو با دير لي انا كوبيه. انتم تعرفوني بالعكس، انتم تعرفوني.
مي انا ما نحبش نظهر عرفتك اللي بالليماج عرفتك اللي نضحك ولا نفضلك ولا نحب معناتها سنسيبل هذيك حاجه اخرى نو مش انا نحب نظهر معناتها سنسيبل لا هو انا بالفعل سنسيبل وحتى ديجا وقت اللي اختاروني معناتها بعد قداش من تيست وتيست بسيكولوجيك وبسيكوتكنيك ومعناتها وحكيوا معايا بعد اختاروني انا برمي برشا خاطر عارفوا شخصيتي ودرسوها بالكدي بالكدي وعرفوني انا قداش سنسيبل قداش امان قداش نحب نعاون في حياتي انا وقداش نحب معنى الكوتي معناتها امان معنى الجانب الانساني معناتها فيك برشا exactly. تحب تكون قريبه منه اكثر من exactly. المجال نتاعك exactly. باهي تنجم معناتها تحكي لنا ابار معناتها الرباط اف ام شنو هو معناتها من بعد رباط اف ام كانت لي تجربه تلفزيونيه صغيره مع ام تونيزيا اي مراسله في الساحل لكن ما دامتش برشا اي زميلي تفضل باهي نحكيو على التجربه التلفزيونيه على خاطر احنا الناس كل تعرف عليك بالصوت خاصة على الرباط اف ام لو كنت تحكي لي على اول لايف مباشر على الرباط اف ام كيفاش كان وحدي ولا معايا نضال من الاول انا معايا نضال من الاول انا مع نضال بون فيت باللي حذرت مي نرعش تراك برشا اكيد اول تجربه سيرونتين ايش نقول لك هو ديما نقولوا احنا راهو الحاجه كيف تحبها باللي باش يصير تخاك ما يصير ما يكونش قوي برشا ما يكونش اكسونتوي ولا تقاك ما عندك ما تقول نو خاطر حاجه انت تحبها يعني معناتها عرفتك اللي هكا الشفيف ترعش طريف بكم ما تتكلم ما تسكتش هو عادي لو اي انسان لازم يكون عنده مهما كان حتى هو ناجحين في حياتهم مقدمين معناتها ممتازين للغايه ومازال يومنا هذا عندهم تراث هو نضال وقتها في البرنامج كان عرفتك اللي متاع تختي متاع مهرجانات وانت معك اول كلمه قلتها في المباشر نسيت اول كلمه اول كلمه معناتها كيما هكا نضال هكا اعطاني الكلمه ديريكتومون وباش نحكي مع فما شكون طلب وقتها يعني بالضبط قلت الو عسلامه الو عسلامه بالضبط من بعد كملت معناتها اكزاكتومون باه من رباط اف ام بالنسبه اللي كان دير الناس كل يتعرف عليك على رباط اف ام في المستير واكيد عندك جمهور والناس كل يحبوك وكل شيء من رباط من سمع الاذاعي الى السمع البصري حتى هي رباط كانت معناتها ديجا عندها ستريمينغ دوما رباط للقنوات التلفزيونيه التونسيه فما اختلاف من سمع الاذاعي وسمع المرئي اكيد فما اختلاف على خاطر ديجا هما بتدخل العباد تسمع كان بصوت معناتها ديجا انت كيف توصل احساس بالصوت اصعب من اللي باش توصله صوت وصوره وقت اللي باش تتفاعل انت مع متصل صوت اكهو اصعب باغ كونتر الاخرى صوت وصوره فما لازم معناتها لي غريماس نتاع وجهك كل يظهروا صوتك كل يظهروا معناتها الناس نقولوا اترافير القناه التونسيه الناس الكل باش يكتشفوا صوت الرباط الافام رفيع شريف صوت وصوره بالضبط صوت وصوره ان شاء الله تكون معناتها تجربه ناجحه واكيد نحبوا نتعرفوا معناتها على البرنامج نتاعك تعطينا عليه فكره انا باش نقول لك حاجه نرجس ساعه عندي انا مش معناتها تكون ونبداو هكا جزيت انا عندي انا اكون او لا اكون عندي انا تجربه ناجحه سايي جي ترونشي تجربه ناجحه باذن الله بيان سور ان شاء الله بالتوفيق يعيشك بالنجاح يعيشك عندك تراك بعد في التلفزه ولا والله اكثر تراك لا 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 ما عنديش انا جوست المره الاولى وكهو ولا وقت اللي يبدا عندي برنامج وحدي في الراديو مي ميكرو كاميرا تحذير معناتها اعداد كل هو معناتها اون بلوس سامحني قاسيت عليك كمال احنا باش ندخلنا في الديتاي هذوما من غير احنا ما نقولوا على الكونسيبت نتاع ليميسيون هي من كل شيء شويه هو البرنامج اسمه كل مره حكايه
كل مرة معناتها ينجم يكون سوسيال، ينجم يكون عرفت نستضيف فيها قصص نجاح، واحد يحب يعترف بجميل العبد، واحد عنده مشكلة ملقاش شكون يسمعه، واحد عنده مشكلة ويحبنا معناتها نعاونوه، واحد يحب يوصل صوته للمسؤولين، كل مرة كيفاش معناتها ما احناش مربوطين بتيم معين. بتيم معين معناتها وتمتنوع. بلوس لو ديكور إلي أنتيم، معناتها أون ديغي الواحد قاعد في قاعدة في دارو، معناتها فمش معناتها والإذاعة باش تكون خافتة تميزي، معناتها الواحد كل شيء يخليك أليز فوالا إكزاكتومون. دونك ما فماش تراك يا كمال، ما عندكش تراك، ما فماش تراك فماش جملة. باش نسلك سؤال على البرنامج كل مرة حكاية وسختو على قناة تونسية، لو كي تحكينا سختو على قناة تونسية علاش اختاروك انت بثيت باش تقدم البرنامج؟ انا بكري جاوبتك يا كمال، قلت لك ديجا عملوا معايا قداش من انتروتيان، قداش معناتها ديجا سالوني قداش من سؤال وحطوني في قداش من تجربه، وعرفوا اللي انا انسانه تو سامبلومون، ونحس باللي معناتها بالانسان اللي قدامي. وهو ديجا قداش مره معناتها سمعوني في برنامج حكايتي مع زمان واللي هو عجبهم برشا، اللي بارفوا نتاثر ولا نبكي ولا فوالا مضمون. اما ما كانش عندك وقت جيك العرض نتاع البرنامج ما جيكش حتى تردد مع انك باش تقبل ولا لا؟ اي خاطر خاطر حاجه تمثلني انا نحبه. معناتها راو من تجربة إذاعية طول تجربة تلفزية، معناتها فما ريسك كمان، وبيش يتعرض من نهار الاثنين على الساعة التاسعة. نحن لها علاش اخترت برنامج تاع كندي عبد الحكيم عليه اللي هو كل مرة حكي كل يوم اثنين مع التاسعة تاع الليل على قناة التونسية؟ علاش التوقيت هذا بالذات؟ فما برايم دايم القنوات الاخرى تحدي هذايا مش انا اخترته ان فيت، مش انا اخترته هذايا، هو معز بن مبارك هو اللي اختار معناتها الوقت هذايا. هو ديجا معناتها هو برنامج جديد في تحدي مع برنامج تو تاع في سيزون 2 اللي هو حكايه تونسيه، معناتها تقديم سامي الفهري على حوار التونسي، معناتها عنده نسبه مشاهده عاليه في نفس التوقيت. يتقاربوا بلسك في الكونسيبت ما سامي الفهري معناتها يعتمد لي تيم نتاعو في البرنامج نتاعو، انت كل مره باش تنوع لنا زياده، كل مره حكايه تقرب لحكايه زعما شكون المنافسه على شدها سامي الفهري رفيع الشريف؟ خلي على ربي الايام بيننا، لكن ما يصيرش حاجه جديده هذه اللي احنا نلوجوا عليها، نحبوا نتعرفوا ان شاء الله معناتها قريب البرنامج باش يعرض الحلقه الاولى نتاعو. نتمنى لك التوفيق يعيشك، واكيد حاجة مش سهلة ونتمنى لك النجاح. بما أنه حانت سؤال، بما أنه الحوار التونسي اختيت نسبة مشاهدة عالية، برنامج تاعك أنت كل مرة حكاية باش تدعت على التونسية قريبا على قناة التونسية مع كل اثنين مع تسعة تالية، أنت توجه لك أنت اسكو توجه للأوديونس أوتيمان للمشاهد ولا كيفاه؟ بيان سور بيان سور، معناتها نحب نسبة مشاهدة عالية ونحب ناس تتفاعل معايا. ما تحبش لا وحدي يا كمال باش معناتها ما تحبش بعد فما مقارنة بين قناة الحوار التونسي ولا قناة التونسية؟ هو أنا شخصيا ما نحبهاش، معناتها أنا ما نحسش روحي عندي ثقة في روحي بيان سور، لكن مش من توا باش نبداو نقارنوا ما بين مسيت فوالا. انا متواضعه معناتها ومازلت في البدايات، باش تقارني مع ميسيلش هذه البدايه ان شاء الله اللي عندهم برامج كيفي على الاقل، واذا كان يشوفوا حاجه هكا ولا هكا بوتيتر يتصلوا بيا ويعاونوني، خاطر كلنا معناتها باش نقدموا برودوي باهي، بريتو كلنا نحبوا نخدموا معناتها لا سوسيتي. يعني تنجم معناتها اللي يسمعوا فينا واللي يشاهدوا فينا اكيد وكل شيء، معناتها يعرفوا التردد نتاع القناه بالضبط 11095 اوريزونتال، نتاع 11095 اوريزونتال على قناه تونسية. بالنسبه للبرنامج نتاعك اكيد ثم ناس تحب تتصل بيك معناتها باش تحكي حكاياتها من مختلف معناتها الجهات في البلاد التونسيه. كيفاش يتصلوا برفيع؟ يتصلوا على النومرو 52 56 50 50. باهي برشا، نعاودوا بالعربي 52 56 50 50.
52 56 50 50 50. واضح. رفيعة كإعلامية ختمت منصة إذاعية وحاليا مقدمة برامج على التلفزة أو على شاشة التلفزة، هل أنه تشوف من خلال تجربتك فما اختلاف؟ بياسور فما اختلاف، كما بكري حكينا قلت لك واحد الصوت يتعدى كل شيء، معناتها يلزمك تحط ليزيموسيون كل شيء بالصوت اترافير لافوا هذه. اون بلوس ساعات انا جيني التنصيت الإذاعي أصعب أصعب برشا. أي أنا هكا برغم أنه راو تلفزة أصعب، التراك أكثر باش تكون حاجة فيزيال، معناتها باش تشوفك معناتها نسبة مشاهدة أكثر زيادة. صحيح، معناتها التلفزة ديما التجربة متاحة تكون أصعب أصعب. أي يعني العكس، أنت بتت بمنعرش بتت عندي أنا، أنت سألتني رأي أنا عندي أنا رأي التجربة معناتها في الغاديو أصعب أصعب سيرتو مباشر ولا متسجل مباشر، البرامج نتاعي مباشر. لو كنت حكينا شوية على البرامج اللي قدمت على ديبار، قلت لك بكري ما بين سوسيال وما بين أوركسترا نيوز باينايت، هكا تغطيات متاع المهرجانات أفتر شو ما زعدت بين ثقافة بين سوسيال به من عمش. بون انا ثم حاجه يمكن خاطر اول ما سمعت كل مره حكايه سبوت نتاعك شفته في بالي برنامج شبيب بفرق قلبك، برنامج فرق قلبك الفرح بن عمارة، كنت تفكروا على قناه حنا بعل، حسيت كانه نفس المضمون قريب منه. بون كي سمعت كل مره حكايه هكا زعما حكايه فرق قلبك باش تكون نفس الكونسيبت، هذا اللي حبيته معناتها اني نعرفه مش نفس الكونسيبت مي يشبه شويه. علاش احنا كل مره حكايه كل مرة حكاية؟ أي هو كل مرة حكاية، لكن هذاك علاش أنا أول ما سمعت زعما مش يكون فما أكيد راه والاختلاف موجود والشبه موجود في البرامج كله، لكن شنو مش يكون فما إضافة اللمسة متاع الإضافة بتتخ في المواضيع بتتخ معناتها أون فا توشي لفامي أكثر، معناتها أون فا سيليكسيوني لي سوجي، معناتها صحيح اللي عديوا فيه حالات تونسية ونعيشوهم لكن أنا نقول فما حاجات ما تنجمش تتعدى في التلفزة نتفرج فيها أنا وبنتي وأنا وولدي وأنا وولد عمي وأنا وولد خالتي وأنا ما نجمش. أي يعني يتم الاختيار في الحالة اللي مش تجيبوه. Exactement. يعني معناتها مش أي حالة تتعرض احتراما معناتها رغم اللي فما الحاجات هذه تصير يقول قايل علاش نغطيو عين الشمس بالغربال وعليش معناتها ما نحاولوش باش نوصلوا الحكاية ولا تونسي كيفاش يعيش كما هو. الله غالب احنا مسلمين وإحنا عرب وإحنا محافظين الله غالب معنا ما زلنا بالحق معناتها كمان الجانب العائلي ديما نحاول نحبوا التلفزة تفرجوا عليها معناتها تولي ممبر دو لا فامي. شتعني لك بالنسبة لك انت بما انه احنا الميزون تاعنا احنا ميتين فان كارت سوسيال، شتعني لك الإذاعة وشتعني لك التلفزة بالنسبة لك انت؟ الإذاعة باغ اكزومبل المتصلين ينجم يكونوا هكيكا ما عندوش ستيل فرح قلبك، ستيل واحد يحب يحكي حكاية يحب يفرح قلبه ويتفرهد تريف، خاطر ساعات تبدأ حكاية مقلقتنا احنا نتفرهدوا كيف نحكيوها، والإذاعة بتتخ تتطلب كوراج أكثر واحد باش يحكي حكايته وباش العباد تجي تشوفه. هذا بالنسبة للبرنامج معناتها بتت... نحكي كرافعة شخصيا مش كرافعة العمل، نحكيو على رافعة شخصيا استعنيت بالنسبة لك انت الراديو وتلفزة. راديو حاجة نحبها، تلفزة حاجة نحبها. من وقتين استغرمت المجال الإعلام؟ عندي ملي أنا يا حسرة. يعني عندك من غرام من قبل بون مادام عندك غرام من قبل اكيد عندك شكون معناها مثال يقتدى به في مجال الاعلام. اكيد كل اعلامي عنده شكون شكون مثلك الاعلى السيد قبعبان نوجه له تحيه نوجه له تحيه ونقول له اكيد ان شاء الله يتابع فينا وان شاء الله ينورنا على قريب. هو ديجا حتى من الاذاعه مش مسيبني في التلفزه، ديجا حتى الكلمات نتاع البرومو هو اختارهم لي وهو قاعد يتبع فيهم مش مسيبني، معناتها انا بيدي فخوره اللي معناتها صادق بعبين هو اللي قاعد يتمث فيا معناتها يعني هو المثل نتاعك القدوه نتاعك القدوه واللي واخذ بيدي واللي قاعد يصلح فيا واللي قاعد شفت كيما بنته يشددها ويددش بها. به ما فماش هكا صعوبات معناتها بحكم انت ربت بيت معناتها
وإعلامية. إنها كيفاش تنجم ربت بيت وعندي خدمتي. معناتها حاجة مش سهلة. معناتها سرتو عارفين يعني الإعلامية وتكون من ربت بيت وعندها فما شغل. نرجع سنة البريود اللي فات كنت بالمينيرف راهو بستريس. لا سي بون معناتها سي بون معناتها قوي قوي ريتم قوي 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 اي ضغط قوي قوي على الاخر تبايدي اكزاكتومون سورتو اون بلوس من اون بلوس جي نقول لك انا ما نخبيش عليك تبارك الله ولادي كبرت معناتها نون با بيزوان دون مامون عرفتك اللي تغسل لهم وطيب لهم معناتها ولا تتلهي بهم هما خاطر هما يعملوا على رواحهم جوست لو نيسيسير حاجه باهيه بون تنجم تعطينا العمر 18 معناتها حتى واحد كيف يقول لي كومبليمون جو نرياجي با معناتها يعيشك برك الله فيك وكهو ما نقعدش باهته ولا او بون سي بون ولا بالعكس حاجه تفرح هي حاجه تفرح مي استنست بها استنست اي يعني حاجه تفرح وحده هكا زلت انكور جون دي ذكر مشاهدين ومستمعين راديو تونسي بامكانكم تتفاعلوا معنا على صفحتنا على الباش فيسبوك راديو تونسي تجمعوا تكونوا معنا وتتفاعلوا إذا كان عندكم أي سؤال للإعلامية رفيعة شريف اللي نورتنا اليوم لشيء خصيصة من سوسة مرحبا بك وشكرا نورتنا وشكرا قبلت دعوتنا يعيشك الدلل كمان دعتوا لين فصل إعلاني بعد فاصل تعطيو الفقرة الثانية تفضلوا عسلامة الناس الكل ومرحبا بكم الفيديو هذا خاص بالناس الانتغسي بالنتورك وبصفة خاصة اللي يحبوا يخدموا في سبارك احنا اون اكيب من الاجيكيب المتكونين في السوسيتي لميناكم اليوم في الفورماسيون هذي باش نفسروا لكم كونسيبت الخدمة اللي يخليك بالحق نجم كل جمعة دخل برشا فلوس وانت قاعد في دارك وبمجهود بسيط على الاخر وتجربتنا هي اللي تخلينا نقولوا الكلام هذا البيت متاعنا ماهوش لصالح الشخصي أكاها بالعكس احنا نخدمه لصالح المجموعة على خاطر ماذا بينا أكثر عبيد في السوسيتي ودعون بعد نقولكم علاش ساعة من لو نحب نوضح برشا حاجات كما مثلا شنو الفرق بين ماركتينج دو ريزو وإلا كما يسميوها لابيراميد دو بوندي وبين الأفليات ماركتينج الماركتينج دو ريزو هذا الساعة شرعا وقانونا ممنوع وهو قائم على البارياج أوبليغاتوار Par contre, l'affiliate marketing, اللي هو domaine متاعنا, هو التسويق بالعمولة. يعني tu fais de la publicité ou تاخذ commission ou ما فماش parrainage obligatoire. يعني تنجم تخدم على روحك من غير ما تدخل حتى حد معك. هذا كونسيبت عالمي وأول مرة في تونس والأهم من كل شيء يخصك شاك مغدي. باش تقولوا لي شنو هي سبارك وشنو هي الخدمة بالضبط. انت كي تحل السيت باش تلقى دي برودوي. ساعة ما تقولوا ليش راو نروجوا في مارك معينة ولا حتى شيء خاطر انت كي باش تحل السيت نتاعنا باش تلقى دي برودوي من شتى الانواع باش تلقاو الحوايج دو موايان دو تقام باش تلقاو لي موبل الالكتروميناجي حتى من الكراهب والديار ولي تيغان انت هنا جوست باش تاخذ فوتو دو لارتيكل وتبارتاجيها في لي جروب نتاع فيسبوك مثلا والا باش تحطها في لي سيت الكبار نتاع لي زانونس كيما باغ اكزومبل طياره بوينت ان باش تحطها كوم انونس دو فونتي بوبليسيتي لهنا باش يجيوك برشا عباد انتريسي ويحبوا يشيو الارتيكل نتاعك باش تقولي انت علاش والا شكون قال يجيني حد يحب يشري البرودوي هذاك اجابتنا سهله برشا على خاطر السوم اللي تلقاوه في سبارك ماهوش موجود في حتى سوسيتي اخرى والشركه نتاعنا راهي تخدم باستراتيجي لو بري كونكورونسييل بور اتيري لي كليون دايور نتعاملوا مع دي فورنيسور يبيعونا بسوم للمعامل ونتعاملوا زاده مع لي اجونس ويجيونا دي زوبورتونيتي باش تقول لي علاش يبيعونا برخص السوم تو سامبلومون على خاطر باش نقويولهم في لا كونتيتي وتوا ارجع لكلمي من الاول كيف قلت لكم هذاك علاش نخدمو في الباريناج خاطرنا كايكيب ريسبونسابل لازمنا اكثر عبيد تعمل بوبليسيتي وتبيع للفورنيسور نتاعنا لي برودوي قد ما تكون ليكيب كبيره بيان سور قد ما لي برودوي يتباعو باش تقولوا لي اي هنا حطنا البرودوي للبيع ومن بعد شنو باش نعمل نقولوا طلبك حد قال لك نحب نشي دار اللي حاطينها للبيع انت هنا مهمتك جوست باش تعدي لو رونديفو في السيت يعني باش تاخذ لي زانفورماسيون تاع لي كليون تاعك اللي هما
اسمه ولقبه والنيميرو نتاعو، ومن بعد سيرفيس دو كونفيرماسيون دو سبارك جروب يكلمو كو سوسوا باش يبعثلو الكونسيي نتاعنا باش يشوف الدار هذيكا، والا باش يتفاهموا على ليفريزون نتاع البرودوي. انت مهمتك لهنا وفات، نقولو للكليون شي البرودوي هذاك، وقتها انت الكوميسيون نتاعك باش تتبلك. الكوميسيون راهي من 60 دينار حتى 20000 دينار، تو ديبون دو بري دو لارتيكل. مثلا وفي هاي ممبر معانا باع سالون خذت كوميسيون 60 دينار، كان ذا كيف كيف جابت كليون شري الكهرباء اللي في سبارك خذت كوميسيون ب 1000 دينار. في ان سامبل كليك يا جماعة 2 اور بار جور في النهار يكفيو باش دخلوا برشا فلوس، وكان بقدرة ربي دخلتوا معانا باش تفكروا كلامي هذا، خاطر راهي شهادة مش ممبر ولا زوز، مش شهادة لي ممبر الكل. فما تشهرة في سبارك جروب مش كان بوبليسيتي دو فونت، فما زادا لابورتور دافير. شنو معناها؟ معناها تجيب دي فورنيسور، عباد تحب تبيع حاجات عندنا، عباد يعملوا في امبورتاسيون من برا، حد يحب يبيع كرهبته، ولا اجونس تحب تتعاقد معانا. وقتها كيف كيف باش تعدي لو رونديفو في السيت والشركه تكلموا يتفاهموا على البري دو فونت، خاطر كيما تعرفوا سبارك عندها لا استراتيجي دو بري كونكورونسيال، دونك باش يتفاهموا اول حاجه على البري. هو بالطبيعة باش يفرح باش يتشوق على الاخر، خاطر باش نقويلو في الفونت نتاعو. فوالا هما يعملوا الكونترا على رواحهم، وانتي ككوميسيونير باش تاخو كو سوسوا 25 دينار ولا 300 دينار كي تبدا افير امبورطونت. اخر تاش هي الباريناج، ونعاود نذكركم راهي ماهيش اوبليغاتوار، راك ماكش اوبليجي تعمل باريناج، مي راو السوسيتي تكيفك كي تجيب لها دي مومبر وتعطيك 10 دينار بار بيرسون باريني. Voilà, et vous les trois tâches principales de Spark Group. Chaque semaine, femme jdid, que ce soit des produits jdid, que ce soit des challenges pour gagner des cadeaux. احنا لهنا في سبارك رانا نخدمو كوم ايكيب وحده بالحق كما الاخوات، اللي يستحق اي حاجه يلقى شكون يجاوب ويعاونو. فما دي فورماسيون باش يحسنوا من خدمه شاك بيرسون، وفما زاده دي زيفينمون. بالنسبه للانسكريبسيون راهو ابونمون دو 30 دينار مره في العام، تخلصوا باش تاخذوا الباك اوفيس نتاعك اللي تلقى فيه لي زارتيكل وتعدي فيه لي رونديفو. على فكره 30 دينار راهي انكلو توت لي شارج، يعني كيما ديبلاسمون كونسيي وشارج سويفي كليون، هذوما الكل الشركه تتكفل بهم. فوالا دونك هذه فرصه كبيره ليكم، تعرفوا في العالم الناس قاعده تخدم وتعيش بالنتورك، اما في تونس على غالب كما تعرفوا. دونك سبارك جروب جاب لكم الفرصه هذه، ومرحبا بكم الناس الكل. مرحبا بكم مجددا على راديو تونسي، راديو كل تونسي، معكم كمال وزميلتي نجاة سعيدي، ترافقكم مباشرة في برنامج ميديا 24/7 في حلقته الأولى. إن شاء الله عجبتكم الجزء الأول مع ضيفتنا الإعلامية التونسية رفيعة شريف. أكيد رفيعة مش باش تقدرنا وباش تشارك معنا الآن في الجزء الثاني اللي هي الأكتواليتي، زميلك باش نخلي الأكتواليتي زميلك مع زميلتي نرجس. ومن قبل ما نعطيها الكلمة نرجس، رفيعة تحب نسألك سؤال قبل ما نعطيها الأكتواليتي وباش تشارك معنا في الأكتواليتي، اسكو أنت تبع التلفاز، الأخبار، قنوات، برامج ولا متابعهمش؟ اسكو شو تمرد على الريزو سوسيو معناتها تعطيك ولات الاخبار الكل موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني اسكو 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 ناس تاع الفيسبوك ولا ناس ديريكت مع التلي زوز؟ معناتها متابعه وفيه للبرامج الكل معناتها، سواء اذا عمل ولا عندك برامج معينه. لا 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 مش الكل، كل ما نجمش انا يعني سينون ولي سوبر وومن. ما عندك اكيد محدد شنو البرامج اللي انت لازم تتبعهم وانهم القنوات. اكيد شيء اخر حاجه تبعتها في شنو فضلت ولا سمعت في الاذاعه؟ اي خاصه انت وبرامج قويه معناتها منافسه على اشدها في القنوات التونسيه. اسمعني هي اون كيستيون اون برينسيپ تعرفوا لا ريبونس نتاعها باش نكتشفوا عليها الجمهور. اون برينسيپ تعرفوا اللي انا طبع في حكايه التونسيه وفي مع علاء، اي خاطرهم يقربوا برشا وعندي ما نقول لك. اكيد اي اكثر البرامج اللي قريبه للتونسيه معناتها اجتماعي اللي قريب من رفيعه الشريف. فوالا
على خاطر الناس بتقول لك سمعت كي الناس بتقول له الناس بتقول له عندما نقول لك وما عليه ولا غيره لك ابو تبل تبل شويه شويه واضح. خلي المجال لنرجس تفضل نرجس. اكيد كمال احنا معناتها الاسبوع الفارط شهدنا برشا حاجات معناتها على مواقع التواصل الاجتماعي على القنوات التلفزيونيه ولا الاذاعيه، وهم اخبار اكيد الناس الكل تعرفوا وعمل البوز برشا اللي هو حادثه اصطدام السفينه التونسيه بسفينه القبرصيه. هالخبر هذا عمل بلبلة صراحه وعمل بوز برشا، الناس الكل حكيت فيه ما نحكوش امور نفسفس يا نرجس امور نفسفس جو نفسفس اكيد برشا علقوا برشا عملوا تعليقات على الحكايه هذه على الفيسبوك. تي اف اكيد عملت تقريرها، ثم برشا سكتشات تعملوا معناتها على الحكايه معناتها يصوروا علاش الاسباب. بون الاسباب مش معروفه، اكيد احنا نرجع للحكايه اللي هو اصطدام السفينه هذه معناتها صار نهار 7 اكتوبر لحد اللي فارت اللي صار على الساعه 6:30 معناتها صباحا. هي اسباب مش معروفه بس هي اول مره راي حاجه كيما هكا اول مره تصير هذاك علاش هو الشعب التونسي تفاجأ علاش جاتو غريبه يعني كيفاش تونسي من الاوبئه تنقلنا الجنون البقر كل مره حكايه يعني تونسي يخرج من ارتفاع اسعار البيض يدخل في ارتفاع اسعار اللحوم الاسماك كيفاش المثل التونسي هي تشخر زادت باهي. الحادث هذا خلى التونسي معناتها في حاله استغراب علاش كيفاش اكيد فما تحقيق باش باتوم ميراشي معناتها مقابله ميراشي انه صار على بعد 15 ميل بحري معناتها من ميراشي اللي هو نورمالمون اي سفينه معناتها مجهزه بنظام رادار اللي نورمالمون يصير على بعد 20 كيلومتر يصير معناتها التنبيه ديتكسيون تاع الاوبستاكل اللي قدامه يصير ابيل معناتها. بون اكيد المعروف نحن التكنولوجيا تاو متطوره ما نعرفش نقدش من مي بون هو معناتها نورمالمون قرب 20 ميل هو ديجا نورمالمون يعطي معناتها الرادار معناتها الارم معناتها اللي سايروا فما حاجه معناتها باش هما يشوفوا شنو بالضبط. ممكن الاسباب برشا عاد اولوا وحكوا وعملوا مش نقولوا الحادث هذا كيما باش يصير تيتانيك على فيلم تيتانيك ايه قريبا ان شاء الله. هكا ديجا شبهوه بالاصطدام تاع سفينه تيتانيك ما هيش حاجه غريبه معناتها علاش وجونا فتسبس وجونا باهي اما نتعطيو الفيديو تعرفوا خلينا نشوفوا الفيديو ونعرفوا السبب شنو معناتها. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, vous en avez certainement entendu parler, accident terrible en Méditerranée au large du Cap Corse, puisqu'un porte-container, le Virginia, a été percuté par un cargo, l'Ulysse. Alors nous avons posé la question au commandant tunisien, que s'est-il passé à bord de l'Ulysse, commandant, expliquez-nous. Oui, on a eu une petite coupure de satellite. On revoit ça plus tard. Mais ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible! Croyez-moi, ce n'est pas possible! C'est catastrophique! C'est là! C'est là! Alors, c'est la honte برشا معناها فريمون شافوا الحادث حاجه مش عاديه معناتها تصير واكيد معناتها برشا استغربوا كيفاش صارت معناتها الحكايه. احنا شنو نجاوبوا اللي التحقيق يجيب معناتها مازالت الابحاث مستمره باش نعرفوا شنو الاسباب اللي خلت الاصطدام يصير بالرغم من انه معناتها برشا عبروا عليها اللي هي حاجه مش عاديه. وزيدا ما ننسوش اللي الاصطدام هذا راهو كلف تعويضات خياليه معناها مليارات معناتها رفيعه 40 مليون دينار معناتها هذا راهو بركه معناتها على مستوى راهو الاصلاح معناتها مبدئيا معناتها على مستوى التنظيف والتلوث والوحده مازال يمكن حتى قرابه 1500 مليار معناها باش توصل معناها التكلفه واللي هي حاجه يعني انكرويابل معناها مش ناقصين احنا معناتها باش نسمعوا خسائر هكا اللي هي اكيد شركه التامين مسؤوله في الحكايه هذه. اما كمان احنا ما نحبوش صوره تونس
خاطر برشا كنتم تتفرجوا كيفاش معناتها عباد ولت تسخر من الحكاية كأنه احنا التوانسة معناتها بطل تونسي اصطدم بالسيفين القبرصية كيفاش وعلاش راهو اكيد الحوادث هذه راه تصير ومن غير ما نحكو على كلمة قضاء وقدر وغيره مهما كانت التكنولوجيا راهو موجودة مهما كان معناتها اكيد ثم اسباب معناتها باش نعرفوا علاش خاطر زيدا كنجو نثبتوا في الحكاية كمان احنا نشو خمم مليح بون الوقت هذا كي نجم يكون فيه ربان معناتها قبطان السفينه في حاله نتاع راحه خاطر مش كيف انسان معناتها في يقود في سفينه مش كيف معناتها بيلوت في طياره هذاك يشد 4 سوايع ولا اخر 24 ساعه في البحر ولا 72 ساعه معناها مش معقول مش يرتاح باش يكون عنده وقت نتاع راحه فما اكيد شكون من الطاقم اللي ينوبوا اكيد هنا لبس فما حكايه علاش الباخره القبرصيه موجوده في الوقت هذاك في 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 المنطقه هذيك تحديدا معناها بعد جزيره كورسيكا كل شيء خاطر هو يسمى الموقع هذاك في يتعدى يعني كل تقاطع عدى فيه كروزمون 20,000 باخره بريسك معناتها الفو معناتها يكونوا دارسين الوضع اسك فما ضوء معناتها مؤشر زاد للباخره كي كانت قادمه اكيد ثم زاد أبيل معناتها يصير حتى من اللي رادر الآخرين أي هذا الكل معناتها ما نجمو كان نصفوه بوان دانتيروغاسيون أي بون تنجم تعطي رأيك رفيع أنت شنو تشوف أنا كيفك أنا ديما نقول أي فوالا ضد معناتها تشوف اللي نورمالمون غلطة غلطة من تونس خاطر وزير البيئة الفرنسي معناها حكى إنه الخطأ 100% تونسي معناتها احنا نجو نجيبو إنه راهو التحقيقات مازالت مستمرة البوات نوار وكل شيء اللي هي باش تكشف من بعد معناتها شنو الملابسات ولا الحقائق اللي صارت ولا الحكاية وان شاء الله يكفينا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تنسد نحكي ونشوفوا التحقيق مستمرة لاكتواليتي الثانية في الاكتواليتي الثانية باهي احنا توا دخلنا في الموسم الجديد للبرامج التلفزية بون اكيد توا منافسة على اشدها على القنوات التلفزية على التاسعة على التونسية على الحوار التونسي معناتها ما نجمش نحكي لكم كيفاش معناتها منافسة قوية منافسة على اشدها بون نبدو وتقطع على البرايمير كل ما تصغر بقى تسعة تغيير معناتها والاشكالية زادة في التوقيت وفي الايام معناتها ديجيتال اليوم تاع البروغرام موجود على 9 بالضبط معاه في نفس التيم وكل شيء كيف مثلا برنامج اضحك معنا على 9 تاع نوف الورتاني الجديد ومعها امور جديه سيزون 2 اللي هو ينشطوا على شابي معناتها فرد توقيت فرد نهار كيفاش برشا حكايات معناتها شوفوا الغلبه لشكون ولا تم منافسه على شديها زيد معناتها نشوفوا معناتها نشوفوا التصويره نشوف بيه معناتها خلينا نشوفها نجم نشوف بس نشوفها نجم نشوفها بعد نعود نرجع عبد اللي شو تعال كواليس للطفي عبد الله هي نورمالمون الخميس اللي فات تتعطى الميسيون الحلقه الاولى وهم تاجلوها وصوروها الخميس صوروها الخميس اللي فات اي صار معناتها نورمالمون تاجيل في الحلقه الاولى معناتها الموسم الجديد
اما معناتها ان شاء الله بدايه نهار الخميس باش يدخل العبد اللي شو تايم مع لي ميسيون امينغارا مع زيدا ما ننسوش نرجعوا زيدا للنهار لحد ما يهمك في حاجه معناتها نضال السعدي تجربته معناتها في نهار لحد ما يهمك في حد تجربه معناتها كانت في السيزون الاول توك السيزون الثاني معناتها ناجحه برشا معناتها برشا متابعين والحلقات معناتها الاولى شهدت نسبه مشاهده قويه واثبت انه معناتها هو معناتها عوض سامي الفهري معناتها اللي هي بالسيزون الاولى سامي الفهري والسيزون الثاني نضال السعدي وحقيقه معناتها هو اثبت انه قادر معناتها ينشط بامتياز معناتها خلينا نشوف الراي رفيعه بين الثلاثه برامج هذوما اللي قالت سيميتي ناتشز بين ليميسيون تايمين كارا وبين نهار لحد مهمك في حد نيتال السعدي وبين لطفي عبدلي في عبدلي شو تايم نهار لحد مهمك في حد طبعا في هذه خاطر هو برنامج عائلي معناتها الناس كنت تلم برنامج عائلي وبرنامج العاب اي والواحد يعمل ديفو يضحك اي انت اقنعك نيتال السعدي اي بيان سور اي اما خير نيتال السعدي ولا سامي الفهري معناتها في هما زوج باهين هما زوج باهين لكن نيتال خير يعني حسيت نرتاح اللي هو أي يعني أي تقديمه أي افضل وخير ارتاح تحس معناتها اللي نضال متمكن معناتها هما زوج متمكنين هما زوج متمكنين لكن انا ارتحت لنضال ما عندي ما نقول معناتها ابري تو ليميسيون نتاعو هو سامي الفهري اي هو طبعا سامي الفهري اما هي فكره سامي الفهري فكره سامي الفهري بالنسبه زاد ليميسيون على قناه التاسعة الامينغارا شنو رايك انت معناتها كنت تتفرج فيها خاطر بون فما اكيد ثم برنامج ناجح فما زاد برنامج عنده زاد ايجابيات سلبيات وعنده نقده من المشاهدين نتاعو فما شكون معناتها شاف اللي البرنامج امين غارا ليميسيون في العوده نتاعو معناتها في سيزون جديد وكل شيء ما هوش هو خاطر اي سورتو في الكرونيكور معناتها كانت عزيزة بولابيار شمس الدين باشا أفار طارق بعلوش مريم الدباغ وعبد الحميد قياس معناتها كانت ممكن نصور افضل التشكيله هذيك من التشكيله الحاليه اللي هي التشكيله الثانيه فما ابراهيم قصاص سيف الترابلسي وعينيس أيناس بن علي معناتها هو حسيت مرضية يمكن في الكرونيكور كثر برشا معناتها إبراهيم القصاص بون عبد الحميد قياس أيناس بن علي أنا بون شوف فيهم معناتها الكرونيكور مش الكل معناتها عندهم الحيوية وإنهم الكل تنشط الكل قائم على أمين غارة طارق بعلوش أكيد هو ذاك الموجود ديما متفاعل وكل ما شيء نجلة تونسية محلها من الأعراب معناتها كيفاش تكون كرونيكور بالنسبه لي انا افهمتي افهمتي انا نحب سؤال معناه للي يسمع فينا بون عندي الحق نعرف علاش مثلا اختار نجلة تونسية علاش بالتحديد معناتها كوم كرونيكور نجيبوها بس الدعوه موجهه لنجلة تونسية لكيوريتي الاخرى بالنسبه نكملوا نفسها في المشهد الاعلامي صديقي كمال اكيد معناتها ما شاء الله معناتها البرامج موجوده يعني متنوعه وكل واحد واختياره معناتها ما ننسوش معناتها برنامج على الشابي معناتها في اضحك معنا وبرنامج على الشابي امور جديه اثنين ونوفل الورتاني في اضحك معنا اكيد ثم هكا صار منافسه وزيد نشوف المضمون امور جديه هو نفس المضمون اضحك معنا نوف الورتاني كثر برشا في الكرونيكر كثر في الضيوف مستوى السكيتش بون معها صدقه حلويس كل شيء اكيد هو معناتها في كتابه النصوص ما عندها يشكر خاطر يعني رجل مليان في مخه معناتها في النصوص كل شيء اما لاحظت انه نفس الكونتوني اللي تاع الامور جديه ديكور الفكره ضحك ما فهمت
فماش حاجه جديده، ما فماش الروح نتاع نوفل الورتيني اللي تعودنا بها احنا مثلا. اما نسمع الناس نقولوا انه على شيبي عمل حاجه حلوه بالنسبه للبرنامج الجمهور الجديد. بون على شيبي باهي نشوفوا توا معناتها خذاه بالحق بلاصه نوفل الورتيني، لكن التشكيله بسام الحمراوي، فيصل الحذيري، فوزي بن قمره، مريم بن ميمي، معناتها كيفاش زاد معناتها بصفه عامه ما ننسوهمش، معناتها الكرونيكور عندهم دور، معناتها ما ننسوش زاد كريم الغربي اكيد، معناتها هما هذوما في حد روحهم التشكيله هذه معناها هي اللي مسبب نسبه اكبر في النجاح نتاع امور جديه، معناتها خاطر السكتش نتاعهم، طريقه معناتها اخذ المواضيع كيفاش يتم، معناتها اسلوب الهزل يعني كي يبدو باش يناقشوا حكايه حتى في اطار معناتها هما هم مع بعضهم متفاهمين. ونتصور اللي نوفل الورتيني لو كمل معناه بنفس الليكيب هذاك وكل شيء، نتصور هو قادر معناتها ينجح الميسيون، مع انه من معلوماتي معناتها من مصادر معناتها اعلاميه انه وقت اللي نوفل معناتها قام بالمغادره معناتها من قناه الحوار التونسي، حاول انه هو يهز الليكيب نتاعو هذاك بنفس الفكره بنفس الموضوع كيف العاده، معناتها يكملوا في التاسعه، لكن العرض معناتها كيفاش ريت رفيع تنافس بين علي الشيفي المونستي وبين نوفل الورتين يضحك معنا، يعني منشط انه هو انا هو الانسب على الشيفي، يعني على الشيبي تشوفوا ناجح اكثر معناتها في امور جديه راه في في يعني التعويض نتاع نوفل الورتيني في امور جديه، يعني تشوفوا ناجح. شوف لهنا باش تحل ديباره مثالش هو ديباره هو انا راني ديما افيت هو المنشط كل ما يبدل لي رول اللي يعملهم كل ما يبدا خير وكل ما يثبت معناتها لي كومبيتونس نتاعو، لكن احنا اللي نتفرجوا ديما استنسنا بعلي في كاد فوالا في تيم معين، وقت اللي هو صحيح راهو ناجح وصحيح ما خف ومعناتها ما خف دم وما حليه، لكن انا جو بريفير ديما عرفت مش مره نبكي ومره نضحك، يعني كيفاش تشد في هو راهو باهي ونوفر الورتيني، انا جو بريفير علي، يعني تبقى فيق عليه أي رغم اللي في كلامي هو بيدو فيه كونتراديكسيون راهو كلامي معناتها انا المنشط علي الشابي فوالا اسكو ترى انا ما نعرفش باش تقول لي انفلونسي باش تسالني معناتها باش تقول لي اسكو انت مثلا تو بريفير علي الشابي خاطر انفلونسي خاطر تبع فيه خاطر نفس الفكره نفس انا باش نسالك اسكو ترى علي باهي في المنوعات ولا باهي في كل مش انا نرى هو باهي مش انا نرى هو باهي مي جو بريفير فوالا اكزاكتومون فوالا مش انا نرى هو باهي صراحه معناتها 10 سنين في عندي ما نقول لك معناتها انا على اسم شكون على اسم علي الشيبي حتى خذ البوليتيك معناتها في لاباس معناتها نجح معناتها كي نشوفوا معناتها حتى توا معناتها عنده برنامج مع علي باش نحكيو عليها توا مع علي اللي باش ندخلوا توا كان في برنامج مع علي وزاد في عندي انت ما نقول لك عاد ولا سيق شيبي منافسه قويه منافسه قويه بين الشيبي منافسه قويه بين الاخوه الشيبي معناتها بين علي الشيبي وعبد الرزاق الشيبي معليش علي شيبي وعبد الرزاق شيبي اخوات شيبي كيفاش؟ علاش علي شيبي وعبد الرزاق شيبي اخوات شيبي في نفس المسلسل في نفس البرنامج يا ماما يا ماما فهمتك نشوفوا اللي برنامج مع علي هو نفس الكونسيبت مع برنامج عندي ما نقول لك معناتها ناخذوا كل ما هو اجتماعي معناتها واقعي مع علي اكيد ما نجموش نكذبوا الاحتراف هذاك حاجه لازم منها بالنسبه لعبد الرزاق الشابي ما اكيد في بالك انا في المسامح كريم معناها عنده مشوار كبير في الحكايه وفي التقديم وكل شيء، اما لاحظت حاجه معناتها في الحلقه الاولى في عندي ما نقول لك حاولت هكا نشوف عبد الرزاق الشابي كيفاش باش تكون الطله نتاعو والدخله نتاعو في عندي ما نقول لك هكا واحد والف
بعلى الشابي، فيدخل عبد الرزاق الشابي الوقفة هي هي نفس الطلة نفس الكلام نفس الكلام معاود في الجو أكوا وبرافو تصفيقها أكوا جمهور كل شيء يعني عبد الرزاق شابي بنفس الروح، لكن نجم نعطي تعقيب على الحكاية. هو ديجا على شابي صرح معناتها في إحدى الإذاعات معناتها على أساس إنه قبل ما يخرج معناتها من عندي ما نقول لك معناتها كل ما هو تقني قرخوه دروسه معناتها في كلمة قرخوه دروسه بيان سور بيان سور بيان سور يا نرجس بيان سور، لأنه هو على صرح إنه بالنسبة لي هو يرثو خوف في برنامج عندي ما نقول لك اللي قدموا 10 سنين كامل تسمى باسم على الشابي خير ما يجي البراني معناتها ويبقى معناتها هذاك ارث عائلي بيان سو هذيك يعني من ضمن الحاجات ستو نيفيدونس يا نرجس ناوي ستو نيفيدونس تا ما اقرب اما اقرب معناتها يعاون خوه ولا يعاون واحد اخر غريب هما بطبيعه معناتها زوج خوات منافسه بين الاخوه لكن كل واحد يعتمد على حرفيته معناتها في كل شيء كل واحد عنده التوش بيرسونيل راهو نتاعو باللي انت ديجا لاحظته باللي حاول معناتها عبد الرزاق باش يقرض عليه باش يقلد سامحوني عليه مي عنده التوش بيرسونيل نتاعو اي عليه اكثر بون عنده تلقائيه حضور معناتها معناها جدي معناتها ياسر ياخذ الانفيتي اللي جاي يعرف كيفاش يحاول ويخليه عنده لو سونس دو ليكوت وي يسمع اكثر يسمع برشا بون بالنسبه لعبد الرزاق الشابي ما لازم يخرج شويه ما كدور درامي يتاثر برشا يتاثر تيك هذاك كل واحد والتيك نتاعو كل واحد كيفاش يتاثر اي ايش نقول لك هو كل واحد راهو ما تنجمش هي مش معناتها هذا يتبع هذا ولا هذا يتبع هذا كل واحد عنده الروح نتاعو كل واحد كيفاش علي عنده معجبين نتاعو عبد الرزاق الشابي زاد كيف عنده المعجبين نتاعو هذا il traite les cas بصا فاسون كيف الاخر il traite les كل كا بالفاسون نتاعو انت تجب مثلا لو تشيك العرض حوار تونسي ولا تقدم مع لي ولا تقول مع الرفيعه ولا عاد ما نقول لك انا احسن برنامج اللي هي تجب تقدمه كي انت قلت لي كل مره حكايه وكل شيء لو كنت تحكي لنا شويه معناتها اسكو انا مانيش باش نقول انا مانيش باش لا ديكور يشبه هكاك لا كونتوني يشبه هكاك جوست اون ديغي قاعدين قاعده انتيم حتى ما نعرفش احنا حكينا بكري على الديكور ما نعرفش في الكواليس مش فما اختلاف كبير بيان سور مش كيف ديجا ريت معناتها وريتني معناتها شفت لو ديكور فوالا قاعده فوالا دي تيل فاسون كانه واحد في داره اكزاكتومون فوالا لاكتواليتي الاخرى بالنسبه للاكتواليتي الاخرى كمال مش باش نبعدوا زاد على الميديا والمنافسه اللي سايره بين زهير الجيس فيما لم يقل والحقائق الأربعة مع حمزة البلومي اللي هي الحلقة الأولى تاع البارح سهيل الجيس فيما لم يقل على قناة 9 اللي بدات مع 10 تاع الليل وحمزة البلومي الميسون تاعو هو الحقائق الأربعة على الحوار التونسي مع 9 غير باو وهنا قاعدين نشوفوا الفوتو بون المنافسة بون أكيد زهير الجيس حمزة البلومي زهير الجيس 15 سنة خبرة معناتها اكسبيريونس في مجال الإذاعة خصوصا في معناها إذاعة جوهرة اف ام بالنسبة لي هو صرح انه تجربة طوى في عندي ما في ما لم يقل هي تجربة معناتها اكيد باش تثري له معناتها في المجال الإعلامي وحاجة مش سهلة خاطر تعرفش علاش خاطر عرفنا ما لم يقل باسم حمزة البلومي الناس كل تعودت انه حمزة البلومي هو اللي يجينا على الحوار التونسي قدم لنا مواضيع التونسية هي هذيك تبدا اصعب خاطر باش تصير اوتوماتيكمون الكومباريزون وكان واحد يبدا برنامج نتاعو معناتها من الحلقه الاولى للحلقه الاخرى معناتها السيزون الثانيه كيف ما تكونش صعيبه كيما انت تعمل سيزون وتعطي لحد اخر كان ممكن اذا كان لقينا عليه الترخوه وراه التكنيك هذا يمسكنا الله اعلم لا شوف هو ديجا معناتها كان ممكن نجم إنسان معناتها ياخذ البرنامج لكن
ممكن يغير في التسبيه نتاعو. شوف هما زوز عالميين دمادم وكبار راهم، كل واحد عنده الطوش نتاعو ديما هادي شغزر دورو 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 ونرجعوا لها دورو 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 ونرجعوا لها. وديجا حمزه البلومي معناتها نجح برشا، معناتها البرنامج نتاعو الحقائق الاربعه معناتها شاد نسبه مشاهده كبيره. زهير الجيس معناتها البارح البدايه نتاع اول حلقه، الحاجه ممكن اللي نشوفوا التوقيت برشا ناس قادرين نشوفوا تغيير التوقيت اللي خدت العشاء تاع الليل، الناس كلها بتشارك وتخدم يختموا وكل شيء. فما ناس قادرين على الفيسبوك تاعو هو قالوا التوقيت العشاء تاع الليل، يعني الناس الكل تصبح تخدم زيد نهار حد، معناتها كلها تحب حاجات لايتش ومعناتها لكن كيف تبدا حاجه دو كاليتي مثال شيء. انا بيرسونيلمون نسهر، انا بيرسونيلمون ديما كيما نقولوا احنا انت باش تشري حاجه هكا يا اما حاجه كيكه برا ما حاجة دو كاليتي. بون انا peut-être je compare l'incomparable مي كيف يبدا برودوي عنده قيمته عنده معناتها il vaut le coup نسهر ونتفرج. ناوي نتصور معناتها هو ديجا كل يتعاود هو يتعاود هو يتعاود في النهار يتعاود. لاكتواليتي الاخرى بالنسبه للاكتواليتي سميرة مقرون، الفنانة سميرة مقرون معناتها تو بعدش في البداية بعدش في البداية تو في الستار اللي بيبان تصريح مؤخر هكا هي حكاية لما حالة لازمنا نحكو فيها صراحة. عليش هي صرحت انه هي جات وخرجت لمصر، معناتها عندها اعمال معناتها سينمائية في مصر، معناتها هي ديجا عندها تجارب اخرى معناتها قامت بها ابار معناتها ذاكرة الجسد برشا اعمال معناتها. عندها الإشكالية اللي طرحتها سميرة مقرون إنه تلقى صعوبة في اللهجة التونسية، في اللهجة التونسية ما تنجمش تقوم بحوارات مع برشا معناها مقدمين وفي برشا برامج مصرية. علاش؟ خاطر هي تشوف إن هي ما تنجمش تحكي كان باللغة التونسية، متمسكة باللهجة التونسية واللغة التونسية شكلتها معناتها شكلت لها حكاية معناتها صعوبة، خاطر بالنسبة لها هي تشوف إنه معناتها اللغة تونسية. البيضاء بالنسبة لها هي يعني شوية مصري شوية تونسي هكا شوية أنت إيه يا باشا أي إحنا كده ليه الميلانج معناتها كأنه عبد ما يتنصل من الهوية متاعه. بون شابو معناتها خاطر صراحة أنا أي لكن خاطر بالحق معناتها برشا ممثلين ديجا تونسيين معروفين كدور زروق معناتها من دورة زروق ظفر عابدين هند صبري ما ننسوش معناتها هند صبري صحيح ما أنت مكنها التام أنت تحكي لهجة مصري بيرفكت معناتها تحكي بالقدا، لكن زاد ساعات تحسها انها هي تحاول ما تهربش برشا. ظافر العابدين كي يستدعوه زاد يحاول يحكي تونسي لكن ساعات هكا لازم يدخل شويه هكا لهجه مصريه. انت شنو رايك؟ كيفاش راه؟ يعني تتصور روحك انت مثلا يجيك عرض تاع برنامج في مصر ايش نقول لك؟ هو صحيح احنا لهجتنا التونسيه ماهيش معروفه برشا، انا نحاول مثلا باش نوصل نحكي باللهجه التونسيه، مي الله غالب ساعات الكلمه ما تتفهمش بتيتر نفهمها لهم بلهجتهم هما. اي لكن هما ولا هو سي نورمال معناتها اللغه التونسيه ماهيش مفهومه معناتها خاطر مش خاطر احنا الافلام معناتها الافلام والمسلسلات المصريه معناتها هذيك اللي احنا كبرنا عليها غزو وديجا احنا هذيك من صغرتنا يا بيه يا باشا ازيك كل هذاك من صغرتنا واحنا معنا كان مسلسلات مصريه تو بدي تدخل لنا شويه معناتها مسلسلات تركيه وباللهجه كوسوا التونسيه ولا اللبنانيه. مثلا احنا تو فما تجربه نسمة معناتها نسمة على أي باللهجة التونسية إنهم هم عملوا مسلسلات التركية باللهجة التونسية من الأول فما كان اعتراض كبير ونقد كبير لكن تو حاليا هو إيش نقول لك هو راهو أنا كونتخ شوية خاطر راهو باللي يستعملوا فيها ألفاظ ياسر يعني خارج على عرفت احنا نحبوا ربي ولادنا توا كيف تفرج أنا باغ إكزومبل بنتي في قطوس ترمادية مكبوبة السعد توا نعمل لك توا لكن هذيك اللهجة
اي ليه ليه عايشك هي اي ما مش في الديال كل تتقال اللهجة هذيك مش في الديال كل ممكن الغلطة في الترجمة تكون في هذبها انه المسلسل قدوس الترمات انه هي شوي ابو كوميدي وكل شيء معناتها على كل حال كلمة ختام معناتها معناتها مع وقت شكرا لك شكرا مرة أخرى رفيعة شريف بحضورها معنا في ميديا 24/7 وأكيد نشكر كل المتابعين معنا على راديو تونسي خلينا ومعنا رفيعة شريف هي اللي باش تعطي كلمة أنا زادة نشكركم اليوم سيتي بليزير بور موا اللي جيتكم لهنايا أول مرة وعرفتكم وعن قرب كما يقولوها واللي عطيتوني هكا الفرصة فرغت قلبك اليوم فرغت قلبي مرحبا بكم مرحبا بكم يعيشك أكيد التوفيق والنجاح إن شاء الله يعيشك برك الله فيك جديد كل مرة حكاية اللي هي كل هالسنين مع 9 تقليل على قناة تونسين نايت ساد 95 أوريزونتال هذيك ساعة رفيعة شكرا لك ناشس تحية لبنتك تحية لكل المشاهدين يتابعوا فينا في الختام خليكم على البرومو رفيعة شريف كل مرة حكاية باي باي على خير باي باي تحس اللي ما فاهمك حد وتحب تحكي حكايتك عندك حاجة مقلقتك وتلوج على شكون يسمعك ويرشدك وياخذ بيدك كل مشكل عنده حل مادامنا حيين فما أمل مع برنامج كل مرة حكاية برنامج كل مرة حكاية على التونسية كل سهرة 2 ابتداء من 9 ليلاً